السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. حزب الشورى يدعو إلى المشاركة في الحوار السياسي المرتقب ويطالب الفرقاء السياسيين بصون المكاسب الديمقراطية. النقابتان الوطنية والعامة للتعليم العالي تطالبان السلطات الموريتانية بتنفيذ اتفاق 2009 وزيادة 2015. النقابة الوطنية للصحة العمومية تعقد مؤتمرها الأول في نواكشوط وتؤكد سعيها إلى النهوض بقطاع الصحة وعماله. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا حزب الشورى إلى المشاركة في الحوار السياسي المرتقب تنظيمه في موريتانيا من أجل الوصول إلى حلول توافقية بين مختلف فرقاء المشهد السياسي في البلد. وطالب الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط طالب بصون المكاسب الديمقراطية التي قال إنها تحققت في موريتانيا. بخصوص الحوار المرتقب فنحن بطبيعة الحال من دعاته. نحن من دعاة الحوار لأنه لا يمكننا أن نؤسس دولة القانون التي يجد فيها كل مواطن حريته وحقوقه وكرامته إلا بترسيخ مبادئ الديمقراطية. وبما أن الحوار هو من أرقى وأنجع السبل للحصول وللوصول إلى حلول توافقية بين جميع الفرقاء السياسيين فإننا ندعو جميع السياسيين وقادة الرأي للمشاركة في الحوار المرتقب، كما نطالبهم بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البلد والتي حصل عليها الشعب الموريتاني بفعل نضاله الطويل وتضحيات طلائعه الحية. وعلينا جميعا موالاة ومعارضة أن نصون هذه المكاسب وأن نعززها ونرسخ جذورها حتى نأمن من الانزلاق. انتهت الأسابيع الأربعة التي حددها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لإجراء حوار سياسي في البلاد، وقد أعلنت بعض الأحزاب المعارضة من بينها التحالف الشعبي التقدمي والتحالف الوطني الديمقراطي مشاركتها في الحوار، فيما أكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مقاطعته. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. مضت الأسابيع الأربعة التي حددها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز كأجل أقصى لتنظيم حوار سياسي في البلاد. حوار قال الرئيس في أحدث تصريح أدلى به على هامش زيارة أداها للعاصمة الاقتصادية نواديبو إن الاتصال تجارية بخصوص تنظيمه. حوار قلت في النعمة على كل حال، أصبح أنه ضروري ولا بد من يخرب، وحددنا ذيك ضربة زمنية ياك يخرب اتصالات ونتوجه للحوار، ولا نتوجه ان شاء الله ما لا راجعين عن ذيك الفتره ان شاء الله اللي احدد انا راجع عنها، ولا يعدل فيه الحوار ان شاء الله، وقائمين حالا باتصالات للتوجه من اجل بدايه الحوار عن قريب ان شاء الله. وقد ابدت قيادات بعض الاحزاب السياسيه المعارضه في موريتانيا مشاركتها في الحوار المرتقب، كان آخرها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والقيادي بكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب مسعود والبلخير، الذي قال إن قرار المشاركة أخذ بالإجماع على مستوى المكتب التنفيذي للحزب. إحنا من دعاة الحوار وساعي فيه وندوره وسايبين منه هو الحل الوحيد، ومن التحالف الشعبي التقدمي في اجتماع مكتبه التنفيذي الماضي اللي استغرق ايام قرر باجماع ولا بغياب اي صوت من اصوات المكتب كامل بانه يشارك في الحوار مسعود. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكد في بيان صادر عنه مقاطعته للحوار السياسي المعلن عنه،
وقال إنه لن يكون إلا نسخة مطابقة للأصل مما وصفها مسرحية سبتمبر 2015. وهو البيان الذي اعتبره الاتحاد من أجل الجمهورية دليلا على ما سماه تعنت المعارضة الرافضة للحوار عن المشاركة رغم الدعوات المتكررة من طرف النظام الموريتاني. طالبت النقابتان الوطنية والعامة لأساتذة التعليم العالي طالبت السلطات الموريتانية بتحقيق مضمون الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عام 2009 إضافة إلى زيادة 2015. ودعت النقابتان خلال مؤتمر صحفي عقدتاه في نواكشوط إلى الرفع من المستوى المادي المتعلق بالتقاعد وتنفيذ التعويض الخاص بالعبء التدريسي. نطالب به ورق في الوقت الحالي هو تنفيذ الاتفاق، صرف زيادة 2015، رفع التقاعد بنسبة عود محترمة للأستاذ بحيث أنه يتقاعد يعود كيف تدول الجوار. احنا ما نطالبه بأكثر ولا أقل، هم يقارنوا الوزير في شرحه لليس زيادة العبء ذكر دول الجوار وعلى أنه قارن بهم. هو يالتوني قارن الدنيا بدول الجوار من حيث العبء التدريسي، قارن بهم اللي من حيث الرواتب ومن حيث التعويضات، هذا هو الصالح. ويالتم اللي لين قال لنا في البداية ذاك عن احنا نختيروه وافطرنا مزاد خالصة من قلوبنا وقلنا هالو كاملي ما حد لقانا ما احنا نختيروه يكتتب لنا شيء من الشباب العاطل. هذه من ناحية عندنا، هذا احنا نذمنه قطعا لقاء رئيس الجمهورية بالنقابة المهنية، وأملنا على انه يفضي عن شيء يا غير موليم المقابل نبلغ لكم احنا انتم اعلنا. عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية مؤتمرها الأول بنواكشوط وعبرت خلال افتتاحه عن حرصها على تطوير القطاع الصحي والنهوض بوضع العاملين فيه. وقالت النقابة إن دافعها للتأسيس ليس إضافة رقم جديد إلى النقابات الصحية، وإنما لديها أهداف تسعى إلى تحقيقها خدمة للوطن. سنناضل من خلال نقابتنا من أجل المزيد من الرفع من تلك الوسائل والمزيد من تحسين ظروف العامل الصحي والنهوض به في مختلف مجالات حياته. لقد أسسنا هذه النقابة ليس رغبة في تفكيك وتمزيق العاملين في مجال الصحة بخلق المزيد من الهيئات النقابية، ولكننا اضطررنا إلى تأسيسها رغبة منا في تحقيق أهداف اتضح لنا أننا قادرون على طرحها وبلورتها والنضال من أجل تحقيقها. وربما دفعنا لذلك طموح الشباب والتجربة السابقة التي اكتسبناها من خلال النضال في هيئات كنا أعضاء فيها وجدنا أنها لا تلبي الطموح الذي يخالطنا منذ فترة. ونمد أيدينا لرب العمل الذي نعمل له والمتمثل في وزارة الصحة للعمل معا من أجل النهوض بهذا القطاع كما أسلفنا. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الألماني ملتقا في العاصمة نواكشوط حول الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها الاختيارية التي وقعت عليها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان. ويسعى الملتقى إلى إطلاع أعضاء اللجنة على مضمون الاتفاقيات الحقوقية الموقع عليها وكذا الآلية الوطنية والدولية لترقية الحقوق. الورشة هي ورشة متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللي هي مؤمورية جديدة ممتدة من 2016 إلى 2019، منظمة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشريك اللي هو التعاون الألماني حول حماية وترقية حقوق الإنسان، حاول ان الاعضاء يعرفوا الاليات الوطنيه والدوليه والاقليميه اللي صادقت عليهم موريتانيا وعادت طرف منها، اللي منهم كان يعرف لا هي تزداد خبرته وتحسن، واللي ما كان يعرف يلا يعود هو من راسه محاطن موريتانيا وقعت مجموعه الاتفاقيات الدوليه التسعه الاساسيه مجال حمايه ترقيه حقوق الانسان وبروتوكولاتها الاختياريه، وبالتالي لازم انهم يعودوا يعرفوا ذاك، خاصه اللجنه في وضعيه متميزه جدا اللي هي الوضعيه اللي من قبل لجنه التنسيق الدوليه، وهذا يتطلب منها انها تعود تعمل بوتيره متسارعه من اجل حمايه ترقيه حقوق الانسان وتنسيق العمل ما بين الحكومه والمنظمات الناشطه مجال حمايه ترقيه حقوق الانسان.
بحث عشرات القضاة المنضوون تحت لواء نادي القضاة الموريتانيين خلال ورشة تفكير بنواكشوط إصلاح النظام الأساسي للقضاء. وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين والسيدي بابا إن الإصلاح القضائي يندرج ضمن أولويات الإصلاح لدى الحكومة الموريتانية لمواكبة التطورات والمستجدات في مختلف المجالات. يعبر لقاؤنا اليوم عن الإرادة المشتركة بين وزارة العدل والقضاة العاملين فيها من أجل تنشيط البحث العلمي في مجال القوانين المنظمة للوظيفة القضائية والحرص على اضطراد سير العمل بالمحاكم لفائدة القضاة العاملين لديها مع تيسير سبل العمل الهادف إلى متابعة المسار المهني للقضاة. أيها السادة والسيدات، تعمل وزارة العدل بكل ما أوتيت من إمكانيات بشرية ومادية على تنفيذ برامج فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى قيام نهضة تنموية كبرى في موريتانيا تطال مختلف مناحي الحياة. وفي هذا السياق تحرص وزارة العدل على تنفيذ المضامين الحقوقية للرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية. نظم في نواكشوط ملتقى يهدف إلى وضع سياسات ونظم ناجعة لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المصارف. ويعرض الملتقى المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا في هذا المجال والمنظومة القانونية الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقعت على عديد من المعاهدات الدولية في هذا المجال، وكذلك وضعت منظومة قانونية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهذه المنظومة تعتبر منظومة متجانسة ومتماشية مع متطلبات عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية القافي وجميع المعاهدات التي وقعت عليها موريتانيا في هذا الإطار. وكما تعلمون القطاع المصرفي من أهم القطاعات المعنية بعملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ناقش ملتقى في نواكشوط الإطار المؤسسي والقانوني المعتمد في موريتانيا للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بالبلاد. وقدم المشاركون في الملتقى أبرز التحديات البيئية التي تواجه موريتانيا، واقترحوا آليات للحد من تلك التحديات. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. مراجعة الإطار المؤسسي والقانوني للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا وإعادة صياغة الاستراتيجية المتبعة للحد من خطر الكوارث. مواضيع نقاش ورشة منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بالعاصمة نواكشوط. وتسعى الحكومة من خلال هذه الورشة إلى مراجعة الخطة المتبعة للحد من الكوارث بعد دراستين تقييميتين أظهرتا جوانب النقص في تلك الاستراتيجية كغياب النصوص التشريعية والتنظيمية. ولقد أبرزت هاتان الدراستان غياب إطار مؤسسي قوي يتكفل بتسيير الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، غياب تام للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد تسيير الكوارث وما يترتب عليها، تداخل الاختصاصات، وكذلك عدم التنسيق والتشاور والشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال تسيير الكوارث. الورشة التي تسعى للحد من خطر الكوارث تنعقد في ظروف تقول الدراسات فيه بوجود العديد من الكوارث الطبيعية في موريتانيا يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع. الكوارث الطبيعية موجودة في موريتانيا، فعلا كان فيه دراسة قطوا عدل سنة 2007 وصادق عليها، وكانت تعتبر هي الوثيقة الرسمية للبلد، وحدت مجموعة من الكوارث الطبيعية تعتبر البلد متعرضة لها. هذه المجموعة تقريبا تقدر بحوالي 20 إلى 21 كارثة طبيعية، لكن لو شخصت والله ولخصت في ثلاث مجموعات والله ثلاث فئات من الكوارث: الكوارث المرتبطة بالبيئة، الكوارث المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي، ثم الكوارث المرتبطة بالصحة.
ولعل من أهم تلك الكوارث الطبيعية المد البحري المحتمل الذي يهدد العاصمة نواكشوط بعد ورود تقارير بيئية تحذر من ارتفاع منسوب مياه المحيط الأطلسي نتيجة الاحتباس الحراري. احتج عدد من الفنيين السامين في تخصص أمراض القلب أمام وزارة الصحة بنواكشوط للمطالبة بالتكوين السريع، وقال المحتجون إن الوزارة اكتتبتهم عام 2015 لمواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب في البلاد، لكن التكوين الذي كان مخصصا لهم اتخذ مسارا آخر وصفوه بالغامض. هاي الأمراض اللي مرتفعة جدا في الوطن هي اللي أدت وزارة الصحة عنها تكتتب هذا الفني السامي 14 السد الناقص، وكان كنا نسعى مع الوزارة عن نتكون تكوين جيد، لكن للأسف الشديد في سنة اللي هي تم تحويل المسار عن طريق المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالتمالؤ معها مع إدارة المستشفى الوطني لأمراض القلب إلى مسار آخر ضيق جدا يخدم فقط بعض الأشخاص وليست المصلحة العامة للوطن. راجي من الوزارة وهي حتى الساعة ما زالت مصطلمة عن هذا، على العكس بعض المدراء اللي لقيناهم اليوم مديرة المدرسة الوطنية للصحة العمومية قالت الوزارة عنها وهرنا فيها عنها متمالئة، هذه الوزارة نفسها متمالئة حتى مع المدرسة ومع إدارة الطب، راجعين توقف التمالؤ معها. وتعرف عن الفنيين في أمراض القلب ما هم بدعة عن الآخرين، هم لكن تخصص أخرى كامل الأطفال والنساء والتوليد والموريتان، ما هم اللي دولة خاصة، ما هي دول أخرى، دول أخرى موجودة في الفنيين العالي في أمراض القلب والشرايين موجودة فيها بكثرة، الارتفاع نسبة الأمراض في جميع دول حتى موريتانيا هي دولة من دول الأخرى مرتفعة فيها، وذول غرض تم تكوين الفنيين السامين في مرض القلب والشرايين، وراجعين عن التكوين يتم بصفة جيدة ويمشي بمساره اللي الله يمشي به. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. حزب الشورى يدعو إلى المشاركة في الحوار السياسي المرتقب ويطالب الفرقاء السياسيين بصون المكاسب الديمقراطية. النقابتان الوطنية والعامة للتعليم العالي تطالبان السلطات الموريتانية بتنفيذ اتفاق 2009 وزيادة 2015. النقابة الوطنية للصحة العمومية تعقد مؤتمرها الأول في نواكشوط وتؤكد سعيها إلى النهوض بقطاع الصحة وعماله. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.